منذر أطلعنا على أهم ما جاء في اجتماعات اليوم التحضيرية. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل الاستعدادات المكثفة من قبل الحكومة الجزائرية والجامعة العربية استعدادا للقمة العربية المرتقبة في نهاية الأسبوع المقبل، تجد إجراءات كبيرة من قبل الحكومة سواء على المستوى الأمني وكذلك على المستوى اللوجستي، توفير كافة الدعم اللوجستي لكافة الوفود المشاركة في هذه القمة، سواء كان إعلام أو وفد مرافق للرؤساء أو الوزراء، وكذلك تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى داخل العاصمة الجزائرية حتى يشهد إقبال أكبر من قبل القمة العربية. بطبيعة الحال هناك تحديات عديدة تشهد هذه القمة، تحديات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. بالأمس نعقد أول اجتماع للمندوبين الدائمين للجامعة العربية، والذي ناقش أهم التحديات السياسية التي تواجه المنطقة العربية والتي سيتم وضعها على طاولة اجتماعات الرؤساء العرب. بطبيعة الحال اليوم كان هناك اجتماع على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي ناقش التحديات الاقتصادية والاجتماعية أمام المنطقة العربية، وخاصة الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على أزمة الغذاء في المنطقة العربية، وكيفية توحيد الرؤى والجهود أمام الدول العربية في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الأزمة. بطبيعة الحال كانت هناك تحديات عديدة، وبطبيعة الحال هناك كانت أسئلة وإجابات داخل اجتماع المندوبين، بجانب الآن معالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية. مرحبا بك يا فندم، عشان الأخبار. أهلا وسهلا. اجتماعات كبيرة واجتماعات مكثفة، وتابعنا تحديات كثيرة أمام القمة العربية، كيف تابعتم اجتماع المندوبين؟ اجتماع المندوبين على مدار اليومين الماضيين كان اجتماع مثمر، استطاع أن هو يصل إلى توافقات بخصوص الغالبية العظمى من مشاريع القرارات اللي قدمت، ويعني طبعا في دائما بعض الأمور التي تترك للوزراء، لأنه ربما المندوبين لم يتمكنوا من حسمها، فإن شاء الله نأمل أنه السادة وزراء الخارجية عندما يحضروا إلى الجزائر في يوم السبت يستطيعوا أن ينهوا كافة هذه الأمور تمهيدا لطرح المشاريع على القادة يوم واحد إن شاء الله. اسم القمة لم الشمل العربي أو رأب الصدع ما بين الرؤى العربية تجاه القضايا العربية؟ لم الشمل مصطلح أطلقته الجزائر على القمة، وقلنا أكثر من مرة أنه مصطلح ملائم جدا ومصطلح يعني يوحي بالأمل، وهو بالفعل يعني أمر نحن نتطلع إليه ونحتاج إليه، نحتاج إليه في هذه الفترة، نحتاج إلى لم الشمل العربي. الفترة الماضية كان هناك يعني أحداث كثيرة في الإقليم وفي العالم أدت إلى أنه الأمور يعني يحصل فيها شكل من أشكال الانفكاك العربي، وهذا أمر طبعا يعني صعب الواحد يقبل به. فالجهد بتاع لم الشمل هو جهد طيب وجهد جيد، ونأمل أنه هذه القمة بالفعل تكون مثل اسمها قمة لم الشمل. على المستوى الاقتصادي بطبيعة الحال الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على المنطقة العربية في مختلف الاتجاهات، وعلى رأسها الأزمة أزمة الغذاء. هل هناك رؤى حول مشاريع اقتصادية أو رؤى حول توحيد رؤى اقتصادية بخصوص هذه الأزمة لمجابهتها وكيفية تخطي هذه المرحلة؟ شوف حضرتك، الاستراتيجية التي طلب من الدول من الجامعة العربية إعدادها بخصوص الأمن الغذائي العربي، وهو موضوع كبير ومعقد وله تشابكات وتداعيات كبيرة وكثيرة، هو موضوع تهتم به الجامعة العربية. الأمين العام وجه بأنه كل المنظمات العاملة في هذا المجال وفي مقدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية يدخلوا في الإعداد لهذه الاستراتيجية، وبالفعل الاستراتيجية معروضة على الدول. نتطلع إلى أنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستكمل موافقاته على هذا الموضوع باكر الجمعة، وتمهيدا لأنه يكون القرار مطروح على القادة أيضا يوم اجتماع. نتمنى كل التوفيق لقمة لم الشمل العربي. شكرا جزيلا، أشكرك. شكرا معزم.
كما تابعنا أعزائي المشاهدين الاستعدادات لإجراء قدم الوثائق، توفير كافة الجهود من قبل الدول العربية وخاصة الحكومة الجزائرية والجامعة العربية لتوحيد الرؤى اتجاه مختلف القضايا العربية سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. نأمل المرحلة القادمة تؤتي بثمارها من خلال اجتماع القمة الرئاسية الذي سيعقد في نهاية الأسبوع المقبل. نعم، أشكرك الزميل منذر أبو دوح موفد النيل إلى العاصمة الجزائرية لمتابعة القمة العربية العادية في الجزائر. شكرا جزيلا لك.